أوروبا نفسها تقدر تدخل موارد للدولة وتدخل موارد للمنطقة نفسها. وده كان حصل ان احنا في اتفاقية منظمة الأغذية العالمية بتاعت الأمم المتحدة. الاتفاقية دي بعد ما حصل التهجير مصر كانت فكرة ان يعمل عملية من التنمية في نفس المكان ده. فحصل ان وقعت اتفاقية في 68 مع منظمة الفاو وبعد كده على اساس ان هي تقوم بعملية التنمية في هذا المكان. للأسف ان المنظمة عملت عقود مع الدولة. عملت ثلاث مرات كان في 68 وفي 88 وفي 2003 وقعوا مع رؤساء الدول دول في هذه الايام جمال عبد الناصر ومرتين ايام حسني. وكانت المنظمه ان هي عاوزه تعمل مشروعات في هذا المكان، بناء قرى، انشاء طرق، مرافق، زراعه، كان عندها ان هي تعمل تنميه وتعمير في هذا المكان. بالفعل الاتفاقيات كانت موجوده، ضخت فلوس، مشروع فشل. ضخ الفلوس النهارده كان المفروض يتعمل اكتر من 20 قريه، كل اللي اتعمل ثلاث قرى. وقرى ما فيش غير قريه واحده فيها سكان زي قريه جرف حسين، والناس هناك تعبانين جدا لان السياسه اللي بتتبعها الدوله مع الناس اللي ساكنين هناك سياسه كلها خطا. ما فيش ميه، ما فيش معدات، ما مش عارف ايه، مشاكل جامده، ما فيش كهرباء. بالرغم ان المبالغ الماليه اللي صرفت على هذه الاتفاقيات تنشئ تعمر منطقة النوبة، ولكن تم اختلاسها والتربع منها والناس هناك ما فيش حاجة، وما حدش بيسأل فيهم، يعني ما فيش ولا وزير زراعة بيروح ولا رئيس وزراء ولا ده. ولكن حتى منظمة الأغذية العالمي ابتدت تسحب المشروع. ليه بقى؟ ما شافتش حاجة، ما شافتش تعاون، الفلوس اللي بتبعتها أو المشروع اللي حطوه ما فيش حاجة متحقق منه.